اي والله وش سويت؟ ما ادري شفت وجهك راز هناك عند الباب توتر. انت عبد القادر كيف؟ تعال يا من ناضي يا من ولا شاورمي؟ لا لا انا بس دافي. انت قصتك قصي. تعال وين في الغرب وين علم الكويت؟ قم كيف قم؟ صراحة والله العظيم ما أعرف حاله. شو يعني عادي يعني أنت بالنهاية قدمت الحالة كنت شو زعلان؟ أنا ما أبغى شيء. طيب المشكلة إن أنا يعني قدمت اللي عليك صح؟ لا ما علشان قدمت اللي علي. شو؟ من ولي العهد يجي العطاء. نحمد الله عاشو نحمد الله جات على الرسول عاشو لحظة جات جانا جابر نمشي جانا جابر جابر يا جابر فرامس يا جابر كم الأخوان كم والله أنت قوم والله انت قوم يا جابر والله ما والله اقسم بالله انك ابدعت عظم الله عظم الله عظم الله يا جابر وده انا ياب صوتك وده انا ياب صوتك صوتك يا بني جابر صوتك اقسم بالله انك مبدع اقسم بالله والله والله وش والله اتمنى من ولي لا ولي جابر يا سلام يا سلام والله لسلم على راسك والله لسلم والله لسلم خلاص والله انا حلفت والله لسلم والله اجلس اجلس من ولي العرش جاز للوهايب نحمد الله جات على تمنى جابر ها كذا كذا لا 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 على السديف النص لك ابدع يذمه لك ابدع ممكن ها ممكن عشان ادوات ممكن بس انت روج يا رجال وجاتك تعالى ما تمنى والله ابو صالح اللي مبسوط من الليل نحمد الله يوفقك يا ابو صالح شارعي للمجد والعليا مجد لخالق السماء وعلى الخضر الأخضر يحمل النور
رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعالم والوطن. وسعد ابو سعد سم نبي لنا شيله يا اخوي بالكنترول يا كنترول عطوا الشايب شيله عطوا الشايب شيله صح ولا يا ابو الشايب شيله خالق السماء والله لو كنت اخوك يا اخي مسعودي ابو انصر مالكنا يا الله يا والي انصر مالكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا الله يا والي تنصر ملكنا يا الله يا والي تنصر ملكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا يا الله يا يا الله يا والي تنصر ملكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا يا الله يا والي تنصر ملكنا يا الله يا والي تنصر ملكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا يا الله يا والي تنصر ملكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا يا الله يا والي تنصر ملكنا يا الله يا والي تنصر ملكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا ثواني والله 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 اني اهني هذا الشخص قبل ما يدخل المسرح بعشر دقائق رسم هذه اقسم بالله طلع طيب خلاص قلبي يدير انت ايش فيك طيب يا قائد اسلم اسلم يا غاز نزل يدك نزل يدك اسلم يا غاز في ذر اصحاب السيوف الصيرميه الملوك اللي على نهج الصحابه عايشين بخير والعيشه هنيه راح وقت السلب واوقات النهابه والتطرف والجهل والعنجهية والتحالف والمغازي والحرابة اجتمع صف العرب باسم الهوية عدوا ما كانوا وحوش وسط غابة ما بقي حنا قبائل خندفية ولا بقي حنا قبائل من شبابة غير في حفظ الفعولة الأولية وانتماءاتي لدمي والنسابة مرحبا 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 ترحيب طيب وشاذلية في محل للضيوف يفك بابه فاتحينه فالصباح فالعشية للصديق وللرفيق وللقرابة سلامتك أشكر مكة والمدينة أنفادي أقولها بالصوت وأقولها أفعال دمتي بمان المعتلية بلادي اللي رجالك كلها ورث أبطال الشر ما بك شر والخير زادي في ظل أخو نور عمى عين الأنذال ناقف وناقف وناقف جمع ولا انفرادي بمر الذي منزل تبارك والأنفال سلامك يا جماعة خير الصورة دي تحكي واقع حقيقي وهو اللحمة الوطنية في دولنا الخليجية بشكل عام أشكر المبدع والرسام والمنشد عبد الله الحلال استاهل 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 والله فنان قولوا آمين آمين قولوا آمين آمين الله يحفظ بلادنا ومملكتنا امين يا رب والخليج
اخواننا الله يحفظهم من كل شر ويديم عزتهم آمين. ويديم تكاتفهم آمين. ويجمعهم على العز والطاعة. قولوا آمين. آمين يا رب. الشايب الشايب أتمنى من الكنترول يشغل يكفيني أني سعودي. الشايب عندك كلمة وبين الشايب الثاني. آه يا عم هجز 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 يلا الله يجمعنا وأنتم في دار قراره. قلنا الله كما جمعنا على هذا الفرش ان الله يجمعنا وانتم تحت ظل العرش يوم لا يستظل الا ظل يوم لا يظل الا ظل سبحانه جل وعلا. المملكه العربيه السعوديه الدوله الابيه الدوله المسلمه الحق التي تقيم حقوق الله وتقيم حدوده وترحب بالحجيج وتخدم بيوت الله. اسال الله ان الله يكون في عونها ونحن درعها المكين ونحن باذن الله نفادي بشان حفظ امن وامان هذا البلاد. اسال الله أن الله يرزقنا الشهادة على الحد الجنوبي في الدفاع عن حياض الوطن وعن ممتلكاته. وأسأل الله من هذا المقام الطيب أن يرد كيد المعتدين في نحورهم وأن يشغلهم بأنفسهم وأن لا يشعل لهم نار. وأنا من هذا المكان أسلم على أخواني باسمكم جميعا أخواننا المرابطين على حدود المملكة العربية السعودية وأرسل لهم أجل التهاني والتبريكات بهذا الموقف المشرف وبهذا المكان الذي أنجب الأبطال وأنجب الشهداء. أسأل الله يا كل شهيد فيه من ينزله منزلته الحق وأن يبدل أهله خيرا منه وأن يجعله بإذن الله في دار النعيم. وأسأل الله يكمنه على قيد الحياة أن يلبسه ثياب الصحة والعافية والغناء. وأن الله على ما أقول شهيد وسلامة الجميع. الشعب الثاني هنا الشباب والله ما مهينين الحبحب والله الشباب ما بسيطين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي انك ترقد داخل وانت مرتاح. يا سلام هذا بحد ذاته امان. الله يطول في عمر الملك سلمان يا الله ولي عهده محمد بن سلمان امين. وان الله ينصر جنودنا آمين. اللي على الحد الجنوبي ونعطيهم تحيه من هذا المكان يا شباب. الله يرضى عليكم وسلامتكم وسلامه من يسمع. شايب وغمزات سنون ما شاء الله تبارك سلام شايب مرحم تفضل تفضل يا شايب. ذكرني اجلدك يقول ذكرني اجلدك. تفضل ارجع الشايب الاول. سلامي ايه على الحد الجنوبي حماه الدار رجال انت بيد المعتدي وتحمى دار رجال انت بيد المعتدي وتحمى دار على سنه محمد رسول الله المختار تصدر قوايم الأنبياء والله اختار تصدر قوايم الأنبياء والله اختار ووصى بداه أمي وبلين سبع جار وعفاش جاب الحوثي وخان في داره وقفاش جاب الحوثي وخان في داره فمر يعاونهم على زمرة الثوار ومر يعاونهم عود بالقنا ياخذ بثار ومر يعود بالقنا ياخذ بثار مشتت وعدواني وجاهز للاستعمار وخلى البلد تحتاج ترميم وعمار وخلى البلد تحتاج ترميم وعمار وملبوسه من نيران عار عليها استار وذا اليوم جاب الله من ياهتك استار وذا اليوم جاب الله من ياهتك استر فحط الملك سلمان للمعركة مضمار ورحب بعاصفة الحزم وسط مضمار ورحب بعاصفة الحزم وسط مضمار جعل دونها رجال من الفرد للطيار وحوش على البيداء وفي الجو طيار وحوش على البيداء وفي الجو طيار وحوش على البيداء وفي الجو وطير وحوش على البيضاء والجو وطير حلو يا الجو وطير الله وجهك يا ربي احسن خاتمتك. اللهم امين. الله يرزقنا الشهاده. اللهم امين. على الحدود الجنوبيه باذن الله. اللهم امين. جزاك الله خير. روح الغربه يا ربي ترى عندنا عايشه نعم انا لحم العيمي عندنا عشاء لحم العيمي يا مركز الاول موجود ولا ما حد يجاوب ايه نعم لا تعال تعال يا بلادي واصلي اسجل عليكم حتى ابو حور جاهز ابو حور ابو حور
خل لا لا ما عليك بالله جيبها جيبها والله يا بير يا بابا ايه العظمة دي كلها يا جابر يا بابا جابر وجابر من عماني وبيننا وخلنا وخلنا خلنا نسمع نسمع جابر وجابر من عماني وخلنا في السعودية 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 وخلنا في السعودية وخلنا في السعودية ما تعرف ما يعرف الشباب اللي يركبهم ما شاء الله عليها يلا مع السلامة كلمة يا محمد العمرة كلمة للوطن كلمة للوطن صوت الحب يا والله الإبداع كل الشباب يا جابر الله العظيم انا داري والله ترى العمل الوحدي يعني ما كسب فريق انا داري العمل اللي لحالك والله ما بياخذون بخاطرهم العمل اللي لحالك والله انك ابدعت فيه وانت لحالك لو اني انا والله ما اقدر انا قشعر جسمي كذا والله انا والله ما اقدر لو اني انا عني حلفتك بالله لو اني انا لحالي ما اقدر انا وانا قاعد اتفرج عليك والله ما شاء الله شفت اداء مسرحي جبار جميل جدا ولكن التقييم دائما سبحان الله ياخذونه يعني بمعايير دقيقه جدا يمكن لانه مثلا الشباب ما شاركوا وكذا قالوا تعال سالنهم قبل قالوا لي عادي قلت لهم يا شباب يصير مثل وحدي اي يصير طبعا زين اوكي هل علينا نقص درجات اقول لك يصير لكن نقص درجات اما ان نقص درجات على الاداء الله يبيض وجهك والله انك ابدعت بس والله ابدعت والله كان جدا رائع والله العظيم احنا مبسوطين في اخلاقك قبل ومشاركتك ذي في البرنامج والله العظيم اقول لك يا اخوي يكفي ثناء يكفي ثناء المقدمين عليك كل ما قالوا قال العماني المميز يا اخي اقول لك كلمه والله ما يمثل اقول لك كلمه والله لو اني الحالي اني ما اقدر اسوي مثل ما سويت طيب احنا عندنا عشا مقلقل لحم عيني يا رب انا اقول لك حاجه اصلا ما تبي الشباب ما حطوك وقالوا روح قدم الاداء هذا الا لانهم كانوا قبل واثقين انه قلت لهم يا شباب سبحان الله مثل وحدي لان احنا مشكله البروفات خلصنا ولد ولد انا ها خلصت قطعت كلامي كله يا صديقي سلم علي من بعيد بلغوه ما اسمع انا رجل فايز بلغوه قطعت انا رجل فايز لا لا انا بداك قطعني خل الكلام يا استاذ رشوان امر لي حبيبي ما اقدر اكل شيء انا متضايق يا اخي انت متضايق اني نقص الرابط انا متوتر انا متوتر يا استاذ رشوان عندك لو اخذت الرابع ايش بتكون ردة فعلك غازي غازي مقلقل لحم اوه انت دقيقه اسمي غازي الثاني يلا انا قدامكم هناك لو ده بركنا بركنا احنا الاول الثاني بركنا انا قلت ليش بشاركت جابر بس قال لي تتحفظ انا مع الله تتحفظ وانت الاخير السلام عليكم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ايه نشوان نشوان الساعه تكلم قال والله يا جابر استحق الاول اقسم بالله لو شاركوا مع جابر ان جابر ما يدي والله ما يدي والله ما يدي هذا الصح ها قالها الزعف بقول لك حاجه جابر الاول اختصر لكم السالفه جابر والله اللي نقص عليه العمل الجماعي اقسم بالله ليه 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 من ضمن الشروط فيه طيب ممكن اقول انه فيه بروش فيه اختصر لكم السالفه يا غازي اكثر افضل المونو دراما فيه لا لا مكتوب في 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 يا اخي في مونو دراما يا غازي محمد محمد الوضع طبيعي اللي يقصده لو كانت في فكره افضل اي انا اقصد لو دقيقه دقيقه اصبر اصبر بس الفكره ايش رايك فيها؟ ادوات كاست ادوات الفكره يعني بالنهايه شوف وطن 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 انا بالنسبه لي كشخص كشخص انه لو كنتوا كجماعه ومؤدين اداء جماعي اقوى وفكره وفكره قويه يمكن انا اختلف معك موضوع الاداء في الموضوع لكن الاداء الاداء اداء جابر كشخص افضل من المجموعات كلها اداء كشخص اختصر لكم السالفه كممثل محدد اختصر لكم يا جميع الافرقه محمد اختصر لكم احنا اجتمعنا كمجموعه وجابر معنا وكان عندنا سيناريو معين سوينا برفات عليه والرفض
لا الرفض الاول، سوينا واحد ثاني وضبطنا برفاته وحطيناه على جنب وقلنا يلا يا جابر نبي نشوف انت ايش تسوي لحالك. ورانا لقينا الرجل فارق، شفنا البنود، شفنا البنود لقينا انه عادي يصير انه يمثل شخص واحد اللي هو ندرا ما شاء الله عليه. فبالاجماع قلنا انت خير من يمثل وافضل قدرات وامكانيات وافضل معرفه في المجال. صح صح. روح بس بقول لكم حاجه، اهم شيء ركز على الموضوع يا ولد والمحتوى قبل ولد. قبل المجمع شوف هزاع جاب موضوع موضوع صدق ترى الاداء كان لك عليه بس الموضوع يجبرك انك تتعقل. انا والله ما ادري كيف توضعت وجلست معكم يعني والله موضوع والله يا هزاع يا والله سعيد ما عرفتك سعيد ما عرفته ما شاء الله عليه. لا سعيد ممثل اخر عني وراك راح لا ممثل والله ما شاء الله عليه. كان في اخطاء في انت الثاني عندك الثاني الثالث انتم هذا اللي مسوي انتم بحصه مرات الاليغا 24 ساعه في الرقري ورا ما شاء الله انتم بحصه هذا كان تحفظ صوتك كان تستفيدون من صوتي. لا لا هذا ما يستفيد منه انا ابغى اطير من بطريقك ما طعت يا حبيبي عفوا عفوا انت يا تملصت من البطاريه عفوا يا 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 وش اسميكم انتم؟ ما عرفنا يا المركز رحت محتوى جميل بس اداء فاشل. هذا من هذا من صبر 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 عفوا يجي الطاوله كذا يجي الطاوله كذا يقول طيب لا هو قال هو قال جابر الاول جابر جابر عفوا عفوا جابر الصا يقول جابر الاول ولد احنا اسمع الاجواء عندنا الفريق جابر كممثل يا ايه ما حدا يجي لكن كفكره كفكره ولد عادي كفكره عادي حبيبي اسمح لي اسمح لي يعني انا مليته هو ما هو زميل عمل لا عفوا انت بتوصل شيء وشنو وصلنا مفجر 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 يعني الثالث والرابع وجالسين تناقشوننا احنا انتم قاعدين معنا انت الاول الحين رد عقالك لا اجرسك الرجال ما في ظلم في ظلم لا لا عاد ايش يقول لك تدور عليه الامور طيبه والله يا عيال عشان بس هذول يضحك طيب قسم قسم رسمي في الدستور قسم رسمي في الدستور انا علي عطني محتوى شو يقول كلام على عشان اختار موضوع صح اكيد موضوع عادي لا جو جو ضيع وقت ضيع قد ضيع وقت بالله يا نشوار اقسم بالله شباب جابر يتكلم هذا وش اسمه اقعد يا رب تطلع كلمه يا رب يا رب تطلع كلمه يا رب تطلع كلمه اسلم يا جابر بسم الله الرحمن الرحيم نترككم مع الاخ جابر الحكماني من عمان الشقيق الله يحييك بس اول بدايه عذرا شوي كان شوي المود نازل لا لا الامور طيبه فعليك يا حلو مودك نازل عاد كيف نوطن خلاص يعني خجل اللي ايش اسوي يكفيكم احنا معارضين الاداره يقولوا جابر وبس الكل يقول جابر وبس يا سلام عفوا انا ما نجي لو والله ما نجي الا من بعدكم ما نجي الا من بعدكم يا بعد راسي ثاني شيء يعتذر من جروبنا صبرهم والله تعبنا تعود الشيطان خلاص خلص مو حكي هذه صبرت شوي زين اعتذر من جروبنا انه ما علشان الفوز وبس علشان على الاقل مثلا الواحد كان وده انه يطلع مثلا يؤدي في المسرحيه صح ولا لا؟ انت اديت اصبر شوي لا انتم كان يعني انا ودي لما شفت الجروبات اللي بعدي كلهم طالعين ما عدا محمد ومحسن وعلي ومحمد ومحمد ما طالعين حس في خاطر شوي لا يمكن اول بدايه شافون ربعك مستانس بعدين حس في خاطر انا حس في خاطر اني ما طلعوا الشباب لا لا ولا فاعتذر الله يبقيه فاعتذر مره ثانيه وما اعرف كيف بنود التقييم عند اللجنه ولكن جابر جابر انا امشي معك في الفريق زين لكن اقسم بالله يا ادائك اداء يمكن عن الاربع مجموعات الباقيه اي نعم الله يبقى. جابر اشكرك لك يا جابر اقسم بالله اني استمتعت في مشهدك اكثر من مشهد مشهد اي شخص يا اخي انت لا والله انا استمتعت بالمشهد قشعب جسمك خذانا خذانا سرقنا مو سرقنا ترى خذانا الجو ما قدرت ارسلك على برا ما قدرت شهداء الاول ما قدرت خلي بالي بالك اداء الاول بس ذكرى عاديه خلي بالي بالك خلها بالدعاسه ممثل ولا حدا يجي مثل الدعاسه لا 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 براحه الممثلين جميع الممثلين في البدايه بسمع لسعيد شويه في قبل المسرحيه شويه يعني تضايق من سالفه الشباب يعني مثلا انا مثلا عندي شباب اكبر مني وانا اخاف ماني اخاف يعني من احترامي لهم ماني خايف منك لا ما خايف منك يا بابا انا من احترامي لهم من احترامي لهم اقدر اني امرهم يعني مثلا عندي محسن وعندي محمد الكاوي وعندي محمد عمرو هذولاك بعني فلذلك انا
يعني ما اقدر اقول لهم يا شباب تعال، فكنت مضايق من التوزيع، قلت لهم يا شباب لا تخلوا عندي كبار، لان انا انسان محب امر لك بعمل. انت كبير بعمر الله يبقيك. انا حلفت لك بالله لو انا في مكانك اني ما اقدر امثل انا شخصيا الحالي تمثيل. ما نقدر هذا تصير ولا شخصيا. خلينا بس بكمل حاجه. لا محمد الطيري محمد الطيري بس الحين بس الحين ممثل قدير والله مبدع بس الحين ليش تكسر من جديد؟ بلال 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 ابو تركي ايش رايك؟ عن نفسي اتمنى، ما اعرف اذا الشباب اذا كان يتمنى غير ذلك، ولكن والله ان اتمنى ان نكون نفس الجروب علشان نسوي مسرحيه اقوى من هذه المسرحيه. هذا الجروب لما طلعت انا في البرايم الجروب نفسه اي ما يتغير خلاص على طول، وجايين ومتحدين ابو خير. غيرون اللجنه واللجنه بس غيرون اللجنه لجنه تقيم على اي اساس تقيم؟ على اي اساس؟ على اي اساس اللجنه تقيم؟ حطت لي عادي الشجرة الممثل ولد الشجرة المثمرة لا تقطف إلا بالحجارة. خلص بعدين أعطي رأيك. حطوا ممثل واحد معناتها مسموح. نعم مسموح الممثل واحد يطلع. نعم طلع ممثل واحد مع أن حنا جبنا قبل أسبوع فكرتنا وجلسوا ثلاث أيام بعدين ردوا علينا قالوا الفكرة مرفوضة. يعني إيش ثلاث أيام خسرينها من وقتنا؟ لا طبقنا بروفات ولا شيء. يعني قبل ثلاث أيام جاييننا يقولون فكرتكم مرفوضة بدري. يعني حنا إذا تأخرنا علينا خصم، أنتوا إذا تأخرتوا لا أنتوا فوق. تأخرنا في وش حنا؟ مو بس أنت الإدارة، أنا قاعد أتكلم عن الإدارة. يتكلم عنه. أنا أتكلم عن الإدارة أو اللجنة اللي موجودة. حلو. بعد هذا كله تجيك اللجنة وتقيم تقييم ما أدري يا أخي. كلكم الخمسة وعشرين تقولون أفضل أداء جابر. أنا ما عندي أي مشكلة. والله العظيم ما همتني لا الرصيد. لا والله كلام. والله ما همني. همني جابر. الأول والثاني. همني جابر إنه طلع من المسرح يقول أنا طلعت أبي أجملكم بس ما جملتكم، بالعكس والله أنك جملت أنا وزيادة. لكن اللجنة الله لا يوفقهم لا دنيا ولا آخر يظل الرجال هذا. أبوج خير. والظلم ظلماتنا يوم القيامة. أبوج خير. الله لا يوفقهم. أبوج خير. لا دنيا ولا آخر يظل الظلم الرجال هذا. هل في بند إني مثل حالي؟ نعم. إي. إذا كان يمثل حالي موجود. إذا كان حالي يمثل عادي فهو الأول. لحظة أنا أشوف أبوج خير. الأول. والله أبوج خير. جابر والله العظيم إنه أبدع. والله إنه يقدم مسرحيته إني أنا يا واحد إني أقول الرجال ذا غالبنا هذا قدامنا بس الثاني من هو عشان نكون الثالث. أنا أكون صادق معك. الشيء الثاني أنا قاري في الورقة اللي هو البند الأخير ما في مشكلة يمثل المسرحية واحد أنا قاريه. أيوة أبو سعد أنا قاريه وأنا قاريه وأنا شاهد وأقول. أيوة. طيب. طيب اللجنة هذا وين مشكلة؟ خليني أقول لك جابر آخر واحد على التقييم وشو عليه؟ أبو خير على الوقت. سلام عليكم ورحمة الله. التقييم على الوقت وعلى الإبداع وقبلها على المحتوى. قالها الرجال. طيب قدم كل شيء. كل شيء فيه. هو كل شيء قدم. طيب. واسين. ما ندري حنا أفضل منه بشيء. إيه. ما ندري إيه ما ندري ويش. هذه نقطة. عبد الله كله ترى بعد وجوده. طيب خلاص هو عنده محتوى وحنا عنده. عبد الله. طيب. هو عنده إبداع وحنا عندنا إبداع. هو عنده إبداع وحنا عندنا إبداع. أقول هو الأول حمد دور الثاني أنت قلتها. إيه أنا أقوله. أنت تقول هذا. بس في لجنة أخبر مني. وش الأخبار؟ سعد ركز معي وركزوا معي الربع. حنا طلعنا من موضوع ايش؟ لا شلات لا قصايد. صح. طلعنا تماما متعمدين. ليش؟ وحنا اربع شعراء في المجموعه كفكر جديد. صح. زين احنا في اشياء ثانيه ابو سعد ابو سعد في نقطه الربع في نقطه لما تضايق من شيء وتروح تبي تتكلم مع احد ما في حق. ما اللي بيعطيني حقي؟ طيب الحين ما اللي بيعطينا حقنا اذا احنا مظلومين؟ ابو كاتم اروح تتكلم؟ لا ابو كاتم ولا غيره. ابو كاتم اذا انه يسمعني يا اخي ياخذ حقي. انا اروح اتكلم ما حد رد لي خبر. صح. ما حد اعطانا وجه. خلاص انتهت. خلص الشيء اللي انتهي خلاص اللي بعد ما عاد فيه شيء استثناء. والله يا رجال هذا شيء اكبر يا جماعه. والله العظيم اخبر بالاداء والله العظيم والله العظيم لو اني انا اللي طالع على المسرح اقسم بجلال الله ما اتكلم بقول شك والله. لكن انا مضايق عشان جابر. لا والله ما ضايقني الا جابر انه طالع يقول انا ما جملتكم هم جملنا ونص. هذا الشيء اللي قبل. والله الا مجمل والله الا مجمل جملكم وجمل تاخير. ما في تاخير. اذا دقيقه اذا على التاخير تكلم يا ابو اسمع الهرجه. طيب انا تكلم. اول من سلم المسرحيه في المسرحيه اول يوم معطونا الاوراق خلصناها في الليل اعطيتها ناس لهم وقت. دقيقه دقيقه نعم نعم لا لا تذكر اصبر توقيت تسليم اول يوم تذكرها اعطيناهم بعد ثلاث ايام جونا قالوا الفكره مرفوضه لاسباب. اوكي اسباب مسكناها وروحنا. اعطونا الفكره الثانيه
يبون تمثيل جماعي. ابن عمره كان يومين في المستشفى مرقد تعبان صحيح، وحنا اربع اشخاص، حنا مقرن ومحمد فرح ما هم يا اخي ما قلنا شيء. اسمعني طيب الحين بس افهمك، ومرقد الحين يبون من اربع انفار، احنا بنمثل قلنا يجي الخامس ابن عمره معنا وتزين الامور. ممتاز. جاب ابن عمره زينا الامور على امس، امس جانا يوم خلصناها الفكره وطلبنا الطلبات وحنا مسلمين الورقه الاولى، فجاه سلمونا ورقه قالوا خذوا هذه الورقه الجديده، اكتبوا النص، اكتبوا السيناريو، اكتبوا من جديد ورقه من جديد امس قبل امس. لا المشكله محمد اسمعني بين دقيقه، لا المشكله هو صورها بجواله ذاك اليوم صورها وصور الطلبات ومشها. يعني عطنا ورقه نبغى ورقه جديده نكتبها الحين. كتبنا بورقه الثانيه، قال ما كتبنا بشيء الحين، اعطانا ورقه قال هذا النص اكتبه فيها، النص مربع قد كذا، يبغاني افسر المسرحيه كلها او الدراما احطها بالنقطة، ما يصير بالمستطيل. سويناها بعد متى؟ امس قبل امس عطونا سويناها قبل امس، واجتماع جديد وخلصنا الفكرة. يوم وصلنا عندهم قلنا يا ناس ترى احنا بنقدم جابر بنفس الفكرة، هذه تجحك بنفس الفكرة، الفكرة نفسها بكلها نفس المحتوى، الفكرة هو خلصها جابر لخص شخص واحد. نعم سلمناه والمونو دراما من الشروط موجود ان يمثل ممثل الواحد، يعني مقسوم عليكم عشانكم انتم اربعة. نعم معك في البند الاخير معك انه استثنائي مثل واحد ما في، لكن المشكله وش انا معك انا ودي نكون فايزين وودي جابر ماخذ الاول. لا يا اخي والله شوف انتم خدتوا المركز الاول الحين، اثنين مركز اول الحين. طيب احنا يا اخوي من باب ودي لا مو هم يعني لجنه الله كريم من باب التعاون اعطوا المركز الثاني. ايش ابو خير من فعل يا اخوي؟ مين ابو خير؟ احنا سعد الله مو عبد الله. اسمع يا عبد الله، يا عبد الله دقيقه ابو فجر، يا رب حنا لو طلعنا كلنا المجموعة ومثلنا طيب وخذنا المركز مو بالأخير جعلهم بالعصا يطردوننا برا المسرح. لا ترى ما عندك ولا تمثيل، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة شخص، لكن حنا عشان جابر وثقنا في الرجل وثقنا فيه وهو قد وهو قد الثقة حاسم معاناتك، انا حاسم معاناتك وطلع الرجال ودي وجاب شيء. لا ما هي معاناة، ما هي معاناة مشكلة، لا لا ما هي معاناة ولا مشكلة، حنا بس مخوينا متضايق علينا علينا ننقص ننقص ننقص. هزاع حنا من يوم دخلنا اول يوم قلنا اللي يفوز والاخير كلنا واحد، ما فيها رجل ما فيها كلام. مسابقات صارت خسرنا فيها، انا وانت يا محسن خسرنا فيها صح، مسابقة مثل السيطرة مع ان احنا فازين مباراتين وخسروا خسرنا صح، بس انا فزت بالسيطرة وفزت بالدراما، ما حد زعل انا فزت بالدراما. طيب هزاع عرفت وجهك، سمعت معي انا انت متضايق، مش معارض انت متضايق عشان جابر، انا متضايق عشان جابر فاهم خسرنا بالسيطرة ما زعلنا، الرجل خسرنا في مبادرة ما زعلنا. جملكم الرجال يا اخي اللي يفوز من الربع والله ان كان احنا فايزين، الرجل جملكم من فاز من الربع كان احنا فايزين والله العظيم، والله العظيم بس احنا ضايقنا جابر جابر والله والله يا جابر ما جمل فريقه بس جمل 25 اللي كانوا قاعدين الله يبيك والله العظيم. لان بكره العالم وش بيقولون؟ بيقولون جابر اللي كان في زد رصيدك سبعه، ما بيقولون جابر اللي كان في فريق محمد بن جخير وفريق محمد بن طيب. والله انهلنا كلنا. لبيك لبيك. انا بقول لك ليش انت وابو فجر وابن عمره ضامتكم خطركم على جابر عشان زعلان. لحظه اولا فانتوا ما شاء الله تبارك الله هذا الدليل انكم ناس ضارين بالفوز وضارين بالمناصب الاولى، هذا واحد. مو عن كذا. الثانيه كان عندكم ماده وبتقدمونها وبتكتسحون المسرح. الثالثه ضامكم يوم هذا الرجال ابدع ونشر الاوراق وابدع في دوره وقام بما لم يقوم به 12 فرد، فهذا فوز له لحاله وهذه تبقى لعبه. الله يسعدك. ربع دقيقه ايش قلت له؟ اني انا باركت قالوا يتكلمون يقولون انتم ليش على انا والله مو على مركز اول ولا ثاني ولا ثالث ورابع ولا فكرت فيها صح، باركت الاول والثاني وجيت العيال ومبروك والمبروك انتهت صح، لكن احنا اللي مضايقني يوم نتكلم على اللجنه على نفسيه جابر. لا من تضايق جابر اقول اديت وما قصرت محمد، لا فيك العيال كلهم يقولون انت المركز الاول. انا بس بقول كلمه انا جالس توي من متضايق قلت يا جابر بغض النظر عن اللي صار ولكن اللي سويته اليوم في المسرح يحسب لك انت كشخص، انت كشخص مسرحي ستاند اب كوميدي انسان عندك الكاريزما هذه بدعت فزتيها لحالك والشباب معك قلبا وقالبا ولا حطوك قدامنا انك تستاهل، فبغض النظر عن اللجنه ونتائجها انت كشخص فزتيها لحالك صراحه. ابو الحاج ويكفي جابر انه في مشروع زد فرصتك اخذ الاول في تقييم اللجنه الانطباعيه. الله يسلمك. بس انا بقول حاجه
تكرم الله يبقيك. انا لكم يا شباب بس اللي بقوله الحين الشباب جزاهم الله خير ما ماخذين في خواطرهم، وانا عن نفسي ما اخذ اول كنت ماخذ في خاطري علشان الشباب، والله العظيم ربي شاهد انني كنت الشباب كنت اقولهم اقول والله العظيم اني بجالس اني افكر وجالس وشوفون الشباب جالس ضاغط نفسي والله العظيم عشان اطلع بشيء حلو، وانه يعني مجنون اصلا صرت الدنيا الله يبارك فيك الله يبارك حلو عاد جزاكم الله خير وكلكم قسم بالله انكم طلعتوا بشيء حلو كلكم وتستاهلوا الفوز تستاهلوا الفوز جميعا والله نقول 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 ان شاء الله في المرات الجايه الميدان يا حميد اقول بس اقول شيء اقول لك شيء ها والله العظيم تجملت اخويا الله يبارك وانا اول ما قلتها قلت انا جالس على المسرح وانت تقدم والله اني اقول الرجال ده بيغلبنا بس خلاص جملت اخوياك وجملت الربع كلهم 25 بدينك وباخلاقك وبعلمك الطيبه الله يسلمك ولا عشان الربع ترى احنا جايبين برياني برياني شباب برياني 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 مشكله شو الامور مشكله لا في برياني ايش منو يا راس شوخ ما شاء الله والله اني قلت اي دقك العرق على الشاورما دقها العرق على الشاورما قم والله كرك برياني فبجبج برياني يا الربع والله ما برياني جديد توجه والله العرق شوف لك يلا ما ينفع نجيبه فواز تعشيت يا عيني عينك نقطع ملابس طيب 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 كلم فواز يا حليلك يا فواز الهوا هنا انا فعلا ترى ببكي الوضع ما ها حلو لانك والله عدل الامانه بس كل شيء قل لي قول انت والله بس دخلت يوم انه دخل علينا متضايق زعلتنا عليه اي أيوة والله انا يوم شفته متضايق قلت شو متضايق منها انت قال انا ما جملتهم قلت اقسم بالله انك جملتنا وش بعد هالابداع اي أيوة والله امر كلهم ما قابلت واحد من الاعداد اللي يقول لي جابر وبس جابر وبس صراحه قلت يا اخي كفيك هالكلام اي أيوة والله والمشاهدين اكيد يعرفون ويشوفون يا عمي ترى بدع العيال كلهم يقولون الاول 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 انا اللي بجنبي يقول انتم الاول صدق لكن الحمد لله خذوا اخوي انا ومبروك لهم لا ومبارك لكم انا كل مجموعات انقذتهم اعطني واحد من 25 كلها هذه اعطني واحد من 25 كلها يجي الحالة يصطي كذا يصاطي يجلس على المسرح الحالة ويسوي مقطع لا يسوي يعني ايش اسمه مسرحيه الحالة مستحيل صعب 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 اخي تقريره يكفيك تقريره حنا ما يوم قال يا شباب ما نقدر ما كان في اجتماعات اول صح ان العصر نفرره طيب العيال نسكر الموضوع لا 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 انا اعلمك انا اعلمك تدري وش لا خبص بقول لك نسكر الموضوع صار خبره صار خبره عندي بسرعه لا انا عندي موضوع بس بقول لك الكلمه قلها وخلص بسرعه يلا بليه ماني قايله تمام انت قول تدري انه ما سوى بروفات بعد من ولا بروفه على طول كان جالس يتقهوى في الليتشي كافيه ما شاء الله عليه 10 دقائق طيب مساكم الله خير النور كيف اجتمعتوا انتوا الاثنين هذا شيء جميل ويحسب لي انا انت تشتغل برنامجك على طول ما ادري عنه المهم انا رجال انا ابي اجتمع معكم اجتماع بسيط مبسط كذا احبي ابي اعرف اسرار محمد المطيري واسرار ابو انت كم حصل الحين كم يوم موجود عندك في البرنامج بيكون برنامج حقيقي والله ما هي جلسه احنا جالسين هنا لا اول جلسه كانت رسميه ومدري ايش وخنقني هذا أيوة والله انا انخنقت يا ولد بغيت اختنق لكن الحين احنا درينا ان الوضع عفويه وحياتنا حلوه فنبي نعيش اللي شفت حتى ورقه ما نبدا فنبي نضبط الوضع ابي اسالكم اسئله على عجاله يا ولد طيب انت 15 دقيقه والله فهمت اهدي شوي حلو في واحد ما نبقى قايل اسمه نفسه طيب اسمعني انا بسالكم عن فقرتي طلبته بالي بالك اي بالي بالك انا فقرتي الحين وش جوك ها وش جوك جوك انت وش جوك انت وش جوك وانت وش جوك والله العظيم حلو ابي اعرف وش اجواءكم ضروري لان انا بعد البرنامج قاعد عطنا وش اجواءنا ابو هو ايوه نبدا في رئيس القريه بما انه الرئيس لا 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 عندك طال لا لا في رئيس القريه لا والله هو رئيس القريه ما يتعدى على يعني عمره يعني التواضع ما جاك الا الحين انت اكبر مني لا لا ما يصير طيب امس جلدنا جلد هنا انت اكبر مني وعلى اليمين حلو هذا مو احترام رئيس القريه ضربته اظفر الوكاد من جاب الفكره الخايسه دي ما ادري ما جاب الحمد لله الحمد لله اللي انا بساله سؤال تدري انها فكره خايسه وبساله سؤال حاله ايش جوك وانت تضربنا كذا وش جوك في القريه الحين وقاعد تتعايش معنا ابغى ابي اعرف ايش جواك هنا هل انت مبسوط مستانس انا مبسوط أكيد. اكيد ابغاك تعطيني لا لا اكيد مبسوط لكن لابد للديره من شوق وفي شوق بسيط يمكن كبير بعض الاحيان حلو انه ما نام الا
تنكد علي بزيادة. صحيح. يا الله. أكل ما أقدر. حلو. بس مو مضايق من شيء، مضايق إني أفكر شلون البيت. حلو. الوالدة. تمام. طريق المطار. حلو. خوياي. الله. جلسة بالاستراحة. حلو. جلسة عند عمي العصر. حلو. هذه بسألك عنها، لكن أتكلم جوك الآن في القرية. جوي أنا أقول لك. متعايش مع الموت. متعايش جدا. ما في شيء يضايقك يحزن. لحظين يمكن لا أبدا. والله ما في شيء. لو بضايق تعرف أنت نظامي. تعال ابن هيان ترك ضايقتني بكذا. يعرف بيحصل وضعه. صح. ايه انا عارفك، انا المشكلة اني عارفك. لا واذا تضايق اعطيك واحدة. واذا تضايقت انا قلت. لا هذه مع المزح، بالعكس هذه من محبة زايدة، اذا ضربت واحد كذا ترى من محبة زايدة. من طقك حبك. يعني هذا حب. اي نعم. طيب وش جوك انت الحين في القرية؟ جوي لو هرص صابرك على هالقزازة. هذا جوي. طيب وش جوك؟ يا ولد وش وضعك انت؟ خلاص اخر مرة. يا ولد عود اكو. من هو؟ انت. خاف الله. تو ظافري ما ابي ظافري وقعن. وقعن. بكره يجي امي تقول ولا ظافرك. مدري صابرك. لا قالت ورني يا وليدي ايدك وش اقول له؟ ابد قل قل انت خايف منه؟ احتسب لك بكره انت تجي البيت تسوي كذا ابد متكسر امي تعودت احنا لو جيت الظاهر تقول لا ابو علي امس سواه السلطان ابو علي بكبر جاء قلت له ناطق ترى شتلمي انا يا ابو علي خير ترى بيني وبينك ترى قدر بس تمون علي زياده اعطيك انت عصاك هذه شتلمي والله ايش جوك في القريه؟ انا جوي جدا جميل والله اللهم لك الحمد مبسوط والامور ماشيه لكن لابد من توترات نفسيه و... يعني تجيك بين حال يوم ويوم ها ها يا سلام حلو لكن الامور ماشيه متعايش انت متعايش ما في شيء ضايق لا يا ربي عم شوف اهم شيء انك تنام اذا نمت تنام مرتاح لكن بعض الايام اذا نمت انا افكر اذبح التفكير حلو وش صار على هذا وش صار على هذا جلست ام العصر جلست ام هنا ايه فكر هنا برا لا هنا بيمحاي طيب لكن الحمد لله الامور ماشيه الحمد لله الحمد لله انت وتتكلم عن المدينه والمدينه اي والله وش اجواءك في المدينه محمد المطيري لا هو في المدينه كذا وش اجواءك في المدينه نفسها والله دوام مدينه منوره سلام الله سلام اسم جبار ابغى اجواءك كذا على اجوالك شوف عطنا دوام حلو بيت حلو بعض الدوام الايام شفتات يعني العصر في جلسه عند واحد من عماني العشاء عند واحد من اخواني حلو العاده في يمكن السهر ما اتعدى يمكن 11 12 ما شاء الله بالاستراحه هل عشانك متزوج؟ العمنا من الجمعين هل عشانك متزوج؟ ولا ما له شغل السهر بالزواج؟ لا ما له علاقه ما له علاقه لا ترى نقطه مهمه الزواج انه ما يتاخر بالاستراحه في ناس ما تجي البيت الا فجر ومتزوج في ناس هذه مصيبه دي مصيبتين فاجواءك في المدينه كذا بيتوتي انت عائلي تروح تجي مو بيتوتي فكرة زواج أو غير زواج أو متزوج منفصل عالم واجد حلو حلو الكلام حلو يدور على الحاجة دي إن واحد ما يسهر عشانه مستحيل ما أطلع واجد أصلاً أنا ما أطلع واجد للرحت يعني مسافاتنا قريبة صحيح جلستنا الجمعة يكفيك يوم الجمعة لو صليت في الحرم بس هذا حالك يريحك هذا جوي في المدينة. سلام. وانت شوفك حائل جوي حائل. حائل. عوس. حائل الحين عاد جوي. شوف جوي بحائل في جوين. هي بالصيف في بشتة. حلو. بالصيف لك جو بشتة لك جو. حلو. طبعاً بالصيف تقل الطلعات عندنا. حنا ناس نحب الطلعات نحب الكشتات نحب نطلع خاصة للنفود. صح. أنا رجال أحب النفود. حلو. حلو. أنا رجال أحب النفود. حلو. لأن عندنا ما شاء الله. نفود متنوع أنا تبي النفود هنا هنا هنا, هنا ما شاء الله يعني متعدد يعني راعي طلعات برضو كشتات هذا بشتا تمام بالصيف تقل الطلعات متى نطلع بالصيف؟ ايه؟ نطلع بالليل حلو وما نطلع قليل نطلع بالنفود تمام ليه؟ لان الدواب واجد وانا رجال اخاف من الدواب الله اكبر الله عليك الله اكبر يعني اجواءك في حايل برضو الطلعات الصيف طلعات طبعا بالبيت استراحه للبيت ما في روحه انا رجال عاطل للغنم روح للغنم نجيب علف حلو. إذا في شيء ينباع خذيناه وحطيناه بالحوض وديناه المحطة وجلسنا يوم تصهرنا الشمس ورجعنا هذا يا حال طيب وش جوك في بيتكم؟ بيتكم وش جو بحصر بيتكم؟ طهبل هستر لا 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 رايق لا أنا رجل عصبي هادي هادي نفود وش جوك؟ يعني أغلب الجلسات نجلس أنا أمي بعض الأيام كان الجو برد نفرش فرشة بالحوش تمام نحط القهوة والشاهي وأمي زرعت لها حاطت لها عند الجدار زي احنا نقولها بخشة حلو أنت تقول لها بخشة إيه ها؟ يا سلام مثلنا حلو زرعت له نعناع وشجر اللي جلسنا رشت النعناع يا سلام رشت الشجر تقول يا ويل واحد يقرب له يا سلام علي يبي ياخذ نعناع يعلمنا انا اقطعه هو اللي تقطع عشان ما تقتلها عشان ما عشان ما تقتلها ايه عشان ما تنس بعضنا شلون يجرها يطلع من قاعه يطلع الشرك ويقطعه حلو تقول لي بغى احد نعناع انا اقطعه له واصبطه تقطع لنا طعمه ضبط النعناع نجلس جلسه عصريه ولا مغرب
هل لكم في بيتكم لكم جو معين او جلسه خاصه ما حد يتغيب عنها، مثلا غدا عشاء جلسه المغرب؟ شوف الغدا والعشاء هذا ضروري عندنا في البيت، ضروري الا بعض الايام انك تطلع برا وتعشى طيب جو شوي، لكن الغدا والعشاء كذا نجتمع كلنا. غدا وعشاء ضروري ضروري. وش جوك في بيتكم انت؟ والله الجلسه مع الاخوان مع هل لك اجواء خاصه في البيت غدا لازم؟ في ناس ما شاء الله بعض الناس انا ما احب اكل المطاعم، اللي يفوت الغدا هذا ويله. انا ما احب اكل المطاعم بينهبد، ما احب اكل المطاعم. حلو، الاغلب نفتح هناك مطعم في المدينه بعدين نشوف. ايه بعدين وضعك خابر مالك، النسبه اهم شيء النسبه طيبه. الموعدة مطعم في حايل، مطعم في حاله هنا خلاص. ايوه جوده بلحيه بعدين باذن الله. الكلام هذا كله مسجل مسجل. اسلم. ما يعني زي كل عائله لهم اجتماع يوم بالاسبوع. حلو. عند الوالده كفو الله يخليها لنا. حلو. اللي هو يوم الجمعه بعد الصلاه شيء ثابت بعد الصلاه. اخواني كل خميس ما شاء الله اجتماع. حلو. عند واحد. هل اجواءك في البيت انت جوك في البيت، هل انت عصبي والناس شافتك خافت ولا لا؟ في 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 حاجات في شوف تكون متساهل بكل شيء مصيبه. في امور لا مثلا تنرفزك لابد تنرفز بوقتها وتنساها. لا تشد ولا ترخي. يا سلام خليك وسطي. حلو. وسطيه في كل شيء زين. حلو. طيب هذا وضعي. وش جوك مع ربعك واصدقائك والحياه الحلوه؟ ادري انت فلاوي انت حبة لا لا اعرفك. وش جوك مع اصدقائك وربعك؟ حياتك؟ والله بالدوام كرف يعني ما تقوم من الكاونتر. حلو. بالاستراحه يعني وناس هذه ورقه هذه سوالف هذه قهوه شاي. لهم وقت خاص كبير من وقتك ربعك واصدقائك ولا يعني طقطق عليهم؟ لا 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 ما ناس متاع الفضل يعني ساعتين بس بالكثير. ما شاء الله. لان دوامك 8 ساعات. حلو. لا اقصد انك تقسم وقتك ما بين ربعك وبيتك ووظيفتك. اكيد ما تقسم بتضيع. بتضيع خصوصا الدوام الشفتات هذا لازم تكون صح تنسق يعني 5 ايام دوام 3 ايام اوف مثلا ثالث يوم هذا مو محسوب تعديلة نوم صح ما تكون تقابل احد اصلا. نفس الشيء انت بعد شتوك مع ربك واصدقائك؟ لا مو نفس الشيء، احنا عندنا تكثر بحيل تكثر الشبات. احنا نقول شبات. وش الشبات؟ شبت النوم. شبات 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 شباتي شبات شبه احنا نقول شبه شبت النوم يعني هذا عنده قهوه عندك قهوه وهذا عنده قهوه فيصير الو عندي فنجان وعندي قام تسير على هذا وتسير على هذا وتسير على هذا. حلو. واجتماعنا انا واخويا جدا جميل يصير بتعليق وضحك ونفسه عند بعضهم على حسب جو ولا يبي ورقه ولا يبي هنا ولا تغير جو شوي معهم. بس انك وقتك اغلب وقتك برضه مقسم ما بين انا اغلب وقتي بالليل اطلع بالليل لاني رجال عاطل ما عندي شيء. حلو. فاضي شغل يعني. هذا برنامج بوريك ما خليك تشوف ربعك. والله خليك هالبهارات دي تمشي انا اوريك انا رجل بهاراتك دي قسم الله توصل امريكا يدقون عليك السلام عليكم ما يقولون هلو لا ولا هذا مع الترجمه هذه من الهند السلام عليكم هسه بهارات والهند ايش دراك انهم يدقون علي انا انا هلا اضبطك لا 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 اعمال هناك لا اعمال هو يقول لك اللي بيفوز بالسيطره الاسبوع الجاي حتى فيوت كذي القهوة والحلاوه لا والله اني دندن اللي بيفوز بالسيطره يا رجال الشاورما ما حد يبيها ها هاي بونا يعني زيت انا والله ها قول لك انزل كنسل عادي كنسل لا لا ها سيد حكي شهور ما يمسكها بعد ترسم كذا يا اخوي اطلب يا سيد لو البورصة في ايدي تشبحون في ابو جخيل وهو يتعشى لو البورصة في ايدي لو البورصة في ايدي بخليكم المطعم بلاش لا لا ترى بتجيك هذه البورصة بخلي البورصة بلاش المطعم برفع اسعاره ماكل النوم المسجد الهنجر كفش الروم اتقل الله نوم وقت النوم اه صرتك الصلاة بتحط عليها فلوس لا لا وقت النوم اوكي ترى ما يسمعونك الحين ما حد بيصلي ايه استغفر الله ما يسمعونكم الحين لا ان شاء الله ما يسوونها لين امسك حزاع احسن قول ما حد يرقد الا ب 400 خلوا امسها على طول الحياة نجيب لكم مرجانة هنا خليه يزعجكم في الليل ما يخليكم ترقدون اللي يدفع 400 خلي مرجانة يروح منه خليه يرقد والله الذي لا ما ادفعها 400 من يوم دخلت انتظر 500 عشان اطلع امحق طموح لا طلال تكفى الله يسامحك والله انت تخوف 500 قال فيه العافيه عشان ما تروح براي ابو اطلع اطلع تجيب 500 تطلع اطلع يوم فاهم غلط لا حول ولا قوه
شوف تدري متى تفكر تطلع؟ عد خمس برايم سادس طلع. انا لا استطيع افراطك. ليه؟ ارجو ان تحافظ على رصيدك. بابا انا خايف. بابا انا خايف. اقول ليش بغى اما انا عقب عقب حكي الليله والله شاكري في البرايم شاكري متربع من البرايم الله لا يوفقهم الله لا يوفقهم وين غادي نطيري غادي نطيري راح وين المخده طيب لا جاك وين المخده والله تفسخ عقل هذا الرمي والله الذي لا يعلم الاقل تلقاه 1000 دينار رياض كبرها الخصم اوه يا راسي من التفكير وانا المقلقل حق هزاع المقلقل المقلقل مقلقل يا ولد بلاعيمك اطلع ايوه المقلقل يا قلبي والله هزاع خربها المقلقل ب 14 ريال 14 مره كثير شو المشكله؟ علشان ياخذها عبد الله والشبيك هذا طالع انا قلتها وفر هذا 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 طلن طال عمرك مذبوح اليوم العصر علشان هزاع والله هذا ذبحه وفر طعني انا ذابحه شيخ ترى ما هي يا ابو يمن منير وين انت؟ لا لا الفول اخر شيء ايش بلاكم يا اخوي؟ خليه يخلص اي يا مسلم ايش بلاكم يا اخوي؟ من اكبر خلاص خلاص ما عاد من اكبر ولد نسي عنه ولد اكبر لا هو يسوي اللحم الحين لا نسي ولد اكبر مصلحه لكم ضيعتوها وش هي؟ الخرف ب 260 رصيد ابشر بالخير ما انت اخذت دراهمنا ولا اعطيتونا بكره الجمعه اخر يوم ونمونيه ولا حمت عشين ولا شيء الا خذوا دراهمنا ايش؟ قطياتنا خذوا هذا فلوس وانا فيه صدق ولا ليش ما وصلتنا الفلوس لا لا ما اخذ ما وصلت بلا بلا ما اخذ لا لا مصطفى يقول بسحبها من كل شخص وضمها ما سحبها ما جانا شيء رحت تمام حطها معه بدل خلي تمام مع مصطفى تمام معي انا مالي شيء ما حبيبي والله ما جاني شيء كيف خروف ما جاني شيء كيف خروف كيف خروف كذا الا جاك اذا تبغى نفسك حتى يوم قلت حق ميت اه والله ما نطلبك ما جاني شيء لا وصلني دراهم ابشر والله حلوه 260 ها زين والله جيب فلوسنا ما وصلني ريال ما اللي جمعها مصطفى صح تبي عصير يا ابوك خير مصطفى صح هذا عصير صح يا منير لا ما كلموك الاعداد من شان الخروف خلاص ما عاد نبغى الا بعد النمو مصطفى اللي خلاص بعد البرايم خلى خلى ربع يتعشون يطلعون من هنا شبعانين نعم وينه متى ليله البرايم كيف ها ليله البرايم والله مصطفى ليله البرايم مش تستك لا انت خل ما خلت ما حد تحتاج كل ارسال كمل ما قل من ضعيف ذا كمل ايش يقول؟ يقول تكلم عن مصطفى يقول انت ما خليت احد ما عاد باقي الا الضعيف انت معهم يقول مسوي تحديد ارسال للعموم يا ولد والله اني واصل حد لا واجل محمد اليوم عز الله اليوم وصلت بتضايق يا اخوي انا تضايق من جابر والله اني ما ضايق من جابر لا تعطيه لا تعطيه عصير لا تعطيه عصير سجل 5 ريال عليه والله انك مطبت الليل والله الذي لا اني ما استمتعت اليوم مشهده جابر حزين تاكل حزين تاكل ما يعرف يحزن ها روح الحزن راح الحزن ترى الحزن يجيب الجوع الله يبقيك رجعت امس عصبت واليوم عصب مره والله انطرقت عليك امس تعبنا من الحين اجني يا يابر صوتك مو بالحزن يوم رايحين رايحين استديو قال لي محمود الاول نام قال لي نام وبقومك روحي تسجل نمت وما قومني ما اعرف وصل البيت كم قال لي بعدين اسمه قال خلاص انت ما تسجل ليش؟ قال لانك نمت وما نقدر نعيد من بدايه تسجل انت من بدايه وكذا ما اعرف ايش وكلت عصبت قلت كيف كيف؟ لو قايل انزل لك يحصل لي هذا الحين قال بيشدني مره ثانيه داخل يا حبيبي شنو يصير في البدايه؟ ها؟ هي ساوندات تواصل بينها عنده في السيستم اجي انت تركب صوتك يحط صوتك الاخير يحطه في النص يحطه الاول كيف لازم هو محمود صلاح يمشي على فنان العرب مو صلاح يا رجال اد ادابي اد انا طان انا تين انا رجل دخلت استديوهات يمكن اكثر منه ما اجي هذا محمود صلاح والله العظيم انت ما تدري محمود صلاح اشتغل كيف كيف يسوي؟ تون لا شوف لا تلجع لا تطلع التن روح على التون ما شاء الله ما شاء الله الساعة كم عبد الله؟ انت قلت ايش سعيد غن غن ايش؟ لا لا الساعة كم عبد الله؟ تون لا انت العرض كذا خدته الاول في محتوى ثقيل
في محتوى في محتوى ابو سيس يعني في اصلا مسرح ما قال لك المسرح من الصوت هنا حلاوي حس بصوت هنا حلاوي هو يسمونه مشهد صار سو سو اوكي انا عشان كواضع في وسط غن لا لا هذا مشهد صار يوم تكبر من علمك دينو لا دينو لا عزيز انا مخرج انا تكبر في مسرحيه فازت الاول ما قالوا غير بكوا بس جملة واحدة بس خل هذا حرب أمه دروسات يا ربي لا أنا عندي رأي بس لا فاز مساحي بس قال جملة أنت نزلت يا بس كل يوم ولا لا مساحي بس مو شرط ما تعشي إذا تبع لا جملة واحدة بس لا كل شخص عنده خامة ذهبية أوكي يسلطن إيه أوه سلطن سلطن عن خامة ذهبية أوكي بطريقة إن إيش أخذ شيء اسمح لي هو شوف خبر خالد وبالنهاية ترى مع تامل خالد بس يقول لجب يمدح واحد قال صوتك صوتك فيه ولكن ما يشوف الجارس يأدي كان يطعم يعني دور بيبلح زيادة خالد باز لا لا احنا جلسنا معه يا اخي استفدنا منه ايش يقول ايوه شوف محمود بلاع شوف محمود بلاع هذا آلة موسيقية تمشي على الارض ما شاء الله تبارك الله تقريبا تدري ترى احسن صوت على وجه الارض نعم ما في اخر حبة هو في السعودية صح العالم ودي راح تركيا درس تركيا حبة ندرب تركي لا لا غلط يا سعيد انا صادق جاب يا سعيد لازم تمشي على رتم دين دين لا. لا 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 هذا الرتم جاي عليك لا 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 امشي على والله انا انا وش الرتم اللي عندي غن غن نسوي وش اسمعك لا وش تقول انت غني وش اغني جر صوت الحب يا يابر جر صوت الحزن يا بس بس لا 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 ما فيه هزاع هزاع انا روح تركيا هزاع درجه 13 سنه ما من انت من انت ما عرفتك من انت محمود فلاح محمود فلاح محمود الله اكبر عليك ممكن تصور معك محمود فلاح يلا وانا انا ممكن السلام عليكم معهم هذا صوت يا ولد رحمي احترقنا وانا صوتي دقيقه خليني اصور سناب معك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع المنشد العرب آلة موسيقية تمشي على الآلة الموسيقية الحية أحبكم إذا نسيت اللحن قول يعني بالله بمنشد أو غني بينسى اللحن لا لا نسيت اللحن لا 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 إيش إيش لا إيه نقطة حمراء هنا نقطة حمراء استفيدوا بالله يا جمهور العزيز استفيدوا منها حتى قابلته في الشارع السلام عليكم محمود وعليكم سلام وعليكم سلام غلط تعال التون لا واجدك من الشعبين شغله وين شغله شوف شوف كيف الحركة ها عبد الله ترى ترى محمود فلاح يتابعني لا لا يضيفك لا لا اكتب سلامك شوف شوف كاميرا ايه لا 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 خليني اصوره خلاص ضفتك ايه شوف كيف الحركه تعال اصور انا عبد الله عبد الله عزيز وغالي وترى محمود فلاح ضروري محمود فلاح يضيفه شوف شوف كيف شوف كيف الحركه الله يعينك على الاضافات كيراري رارا لا انت انت تمشي على الدو اطلع على اطلع عند كيف كانت لا اطلع على الصوت اطلع على الصوت انا يوم في حركه انا يوم رحت تركيا درست اسبوع تخيلوا صدقني 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 ها صدقني محمود فلاح السنه الجايه الموسم القادم يعني زد رصيدك ثمانية شاعر لا المعلوميه يا عيال تدرون لا 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 النوعيه اول مره في حياتي اشوف شخص يروح اسبوع في تركيا يتعلم جميع ويحب المدرب ويسمع جميع انواع اللحن والايقاعات كلها تعلمها يرجع لي يرجع لي كيف تعلمها باسبوع يا عيال ايش المخ المخ يتعلم ترى عشان كذا اقول لك النوعيه هذه تتطور بوكيمون مش بني ادم تدري يتطور تدري هذا سولف معي سولف معي مش الموسم الجاي ترى مش ذا كبير محمود ترى استقع خلي سولف خلي سولف 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 اقول لك ترى السلام عليكم لا الموسم قلت غلط من صدرك من صدرك لا تغني مع حسن كذا لا محمود فلاح نوعيته تتطور بسرعه الموسم الجاي يكون شاعر اللي بعده ممثل الله يستر بس انا انا عطني بالله يبارك يا حبيبي لهالدرجه صدر ها انك
عطني اصفر اصفر. عطني عصير ابيض واصفر واحد. لا تقول ما قدر اجيب. سعيد غلط يا سعيد. تعال ما قدر اجيب. حط لسانك ما تعرف. ما تعرف. لا لا صار لك 14 يوم. 17 يوم. ممكن ممكن اشرح. شلون طلع منه؟ شو اللي ربع؟ هو سوى كيف؟ هذا عبد الله يقول. هو يقول. هو حط لسانه فوق في جماه بعدين. ايه بس صدر. لا تقول ما اقدر اجيب. لا تقول ما اقدر. لا غلط. الا غلط. يقول محمود فلاح غلط يا اخي. سن دين لا دين لا اهدى يا سعيد اهدى. والله ما ودي تاخذ معي. خلي غير التون. غير التون. تبغى تروح تغني تنشد معي في البرايم؟ جمرة غضا. ايه جمرة غضا. لا لا افتح فمك. افتح فمك. افتح فمك. كفي. اشيلها لله. ليه؟ صدرك ما يصدق. من صدرك ماشي على التون. اشيلها لليل كذا. هاي طلال غلط. يقول عشان تحفظ اللحن في مخك يا اخي. الفول وين؟ لا تجي اللحن في مخك. ترى ما بعصيده يا منير. طلال لا لا والله محمود يقول لازم ترتفع وتتقي. قال عندك لازم قرار جواب. صوت واحده سلطن عليها سعيد. سلطن منير. لا هي نار ولا ظل. لا هي نار ولا هي. لا 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 خليك على الدو. لا تقول انت طلعت. انحكت انحكت. غنت سلاسل من رضا. غنت سلاسل من رضا. والسكوت والسكوت حلو. ان صار لي بعدين بلاح وهم بحاضين كلمه. اسمع اسمع بعدين واحد منكم عيال يمسك الشباب بعدين يوقفهم يسلطن لان كل واحد له طبقه. يلا اوكي يلا كل واحد له طبقه ذهبيه. سلطن يا اخي. والله محمود بلاح سلطن. ايوه نعم هو هو اللي اخترع الفن. يقول قلبي يا محمود. يا محمود قلبي يتعشب. الله يعزك بس شبعان يا اخي. وين ذا يا اخي؟ انت يلي بعيني غير كل الانام. وجهك اللي شعاني مثل برق انسرى. لا تقدم ترابط خطوه الا الامام. محمود فلاح يقول. محمود فلاح كلمني يقول لا في كسر البيت. شاعر بعد؟ هو مراحل تطور ما شاء الله. جاي شاعر. تعرف عند الخليه تطور في يومين؟ سبحان الله. محمود فلاح يتطور في جزء من الثانيه. الموسم اللي جاي شاعر. الموسم اللي عقبه بدل منير هنا الشيف في المطبخ. يعني يطور من نفسه. ايه انا اشوفه يحتك مع ابو علي كثير. اها يمكن هو يحتك مع ابو علي عشان يعلمه الطبخ. تعتقدون؟ لا يقول لا تطبخ الكشري كذا. اطبخ على الدو. الدو نزل البصل كذا. استغفر الله العظيم. استغفر. كم ساعة؟ باقي طولي. انا بدخل داخل. بالله. خلاص؟ شوف في المطعم اللي يقدر ياكل بلاش وجاي ياكل عندك. من راعي المطعم؟ خلاص صرت مصري. سلام. مرحبا. ابو فجر انا مقلقل على كيفك. حبيبي الله يقلقل عيونك. انت مو بنت صح يا معلم. مرزوق كيف صاحب المطعم يا اغنام؟ مرزوق كيف صاحب المطعم يا اغنام؟ شطه متواضع. شطه ازاز مجانا ولا ايش؟ لا لا الثاني الله كريم. بتجيها يوم بيدفع غصب ابو فجر. ابدا والله. ابو فجر طلعت صراحه. ها لا تكثر بقى. شكرا يا ريستراي. ريستراي عندما تعشقي الراحه. ازاع فكره من مشروعكم؟ جميع جميع. خلاص يا ملعبه اي. لا والله جد لا تعلم لا تعلم لا تفشي اسرارنا. مش المشكله عادي. بالعكس اذا كانت فكره شخصيه عادي تشاركني مشاركه. حتى اخويا يسمعون عليك. كفكره عامه فقرني صح بلغه. اي كفكره عامه. انا اقصد على التحالف والعلمين. كفكره عامه عندي بس والله الاقوام ما قصروا. اضافوا عليها لمسات عدلوا.
لمسات لازم، بس يعني الفكرة تجبر وجود علم الإمارات مع السعودية هذا الحالة. الفكرة هذه رنانة تجبر الواحد يعطيك لو مدري علة لدى يعني الا قال لك عليه لخبطه شوي ما ادري ايش فيكم انتم، ليش انت اخذت من هذه هو عطاك؟ احنا عرفت اللي نقولوا لي اشاعات في المجتمع، احنا المجتمع عرفت تقدرون تسوونها بطريقه ثانيه. انا احسكم لخبطين بس خازي خلاص بس الخطا ذا البسيط. لا وغازي بعدين رجع على الخير ما يدري وين يقف، شارع الكرتون ودف شيء برجله وقف شوي ودف مره ثانيه. لا العلم توهق العلم، اقول عبدالله يسلم علي بالله. انا احنا متفقين اذا جاء يعطيني العلم، يوم جاء جنبي انتظر يعطيني العلم. اعطنا قلت كذا باخذ العلم، قال نذقت ما قصرت سلم قلت يا هلا يا هلا يا اخوي ابو العاصي الله يقبله. هو توحق بالعلم ثقيل عليه. والله من يوم علمني بالفكره قلت الموضوع رنان، مع انه يقول ما عندنا احد واخويانا وفي لخبطه وفي هذه كلها توبيق من الله. والله قلت الموضوع هذا رنان. يا رايح يجي المسرع الاسبوع ذا؟ حسيت بحاله جابر، شوف اللي والله بدا حال صح ضامن يقول بيمس علي درجه شيء تفاجئ انه مذاكر والله هذه مرت علي ولا مشكله وقدم كل اللي عنده كان والله يبدا مقدم مشروع نبي. انا قلت انا وش قلت؟ عندي اطلاع على معلومات الرجال كلها. انا قلت الرجال ذا بياخذها علينا هو، بس حنا عقبه ولا وين حنا فيه ولا برا؟ بس يا اخوان لا تنسون الجماعية. مش الجماعية، أنا كنت المحتوى. المحتوى لا تنسى. بالله يا شباب إيش قلت لكم يوم حنا في التيلة هناك؟ طيب جيد. أول شيء إن الاحتفالات بيحطون بالسيارات. أوكي تقنعني إن المحتوى مثلا اللي قدمه أقوى من محتوى الاتحاد؟ لا. ولو أداءنا إنه كان زيرو. تدري هم له هم عجبهم ده. جابر. بس المشهد حق جابر. كان يقدر يمثل اثنين ثلاثة. بس ليش انا مثلا لو اني في فريق جابر واعطاني الفكره هذه والله لا اتنازل. مش سالفه بمثل والله لا اتنازل. مستوى عالي يا اخي، ما يعني ما برضى ان جابر ينزل مستوى عشان اخوياه اللي معه. لو انا في فريقه مثلا ما برضى ان جابر ينزل مستواه في التمثيل عشان يكون متناسق معي، بحاول انا ارفع الشيء هذا متعب والله ما اقدر، او بخليه الحاله يغرد. للامانه جابر مبدع عز الله اللي فات خلص مشروع. انا قلت هو بياخذها فحط السياره يوم ينسدح وتموت لوين وسياحه بدن وجهه. يا ولد صادق صدق دراما اي صابر. نشوى نشوى اللخبط عاود يرد ضحكه فيك وترى مو بيمك غير حطها براسك. ليه وش قال؟ انه شو اسمه؟ تضحكني ابن عمر الاسبوع ذا محول على سعيد. الاسبوع اللي راح انا الاسبوع اللي راح انا الاسبوع ذا على سعيد. سلام الاسبوع اللي قاعد طالعنا عندك في نص ذبيحه. في نص ذبيحه تعال قال هذا مقلقل هنا في نص ذبيحه بالله والله يتعشى وفي بريال والله اني متعشي. اللي يريحك اقرب اقرب تعال شعله بالعافيه. مرزوق مرزوق رز مرزوق عطنا الرز بالله. ايه حاجه بسيطه. اي والله حلو بدون دجاج بدون بس بدون خلاص قلقل تحدي كم قلقل واحد قدام ها كلهم قلقل لحم. اسبوعين الاسبوع الجاي فلاش بومب. هذا اللي سمع فلاش موب فلاش بومب فلاش بومب هذه اذا كل واحد يمثل حاله
جدا. شنو يبغى؟ مثل في القريه كامل القريه لك. ايوه ايوه مثل شيء. مثل لك شخصيا. صدق والله؟ لبيك بالعافيه. بالعافيه. الاول اللي اديك اللي باخذ شخصيتك الله الاول مش استحقارا في الربع او تقديرا من امكانياتهم لكن امكانيات فرديه جابر بسم الله عليك. بس ما في امكانيات فرديه كل المجموعات مسبح تبغى ربعك يعاونك اوكي بس هو واحد اعطاك يعني خالد من قائدكم غازي الطيري من رئيسكم انتم كل واحد اي احد عشان بس اوصلها لكم بلال تعال احنا نفس الفريق مثلا ما اوصلها للربع نفس الفريق الاسبوع نفس الفريق ما لان ما انت معت انت ابو حصه انا وجابر جابر انت معنا صح خلاص محمد المطيري هذا جابر اعطيك اياها كل واحد جابر اعطيك اياها رجال ياكل جيب جيب قادر 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 الاحد بعد المغرب تتسلى خلاص لا احد زعلان خلاص ايش كيف خلاص فيصل لا يا اخي شد انت له ايش الجمال المبادره بتكون على الوطن هذه ايش تعوي خلاص الربع لا احد بعد المغرب تكون بس يا ابن انا جاهز انا معي جروب النايم هنا وجروب يا مرحبا يا ابو حصه توفيق من الله سبحانه والله ان نسوي اللي علينا سوي لنا ايش فيه ذا اعلان النجم اليوم يلا شوف 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 عندك ابو شايع لا ارجع لا والله لازم ايه ما لحد المغرب يا اخي احنا نفس المجموعات بس ترجيل انا حطهم براسي اليوم ابو حصه في نص ذبيحه مقلقل طلبوا الشباب وفي رز برياني جديد توصل ايش تبون؟ ايش تبون؟ طلبت وش؟ من فيه؟ تبي شيء ابو شايع؟ هذا على من هذا عشان نسجل؟ انا الربع جاني حماس يوم اديت القسم في ريحة بقلاوة شيء شف العلم يا سلطان علي خلوا تجيب فول اقول لك والله جاني حماس انا اديت القسم خلوا تجيب فول بغيت اقوم احب خشومكم واحد واحد ايش ولا ايش ولا سلاح حتى ايش محافظا على شرفي وسلاحي ولن اتركه قط حتى اذوق شو اذوق طعم الموت لك ما بيه ايش فيك تضايق اليوم ماشي وانت جوك مو بزين جوك مو بزين عارفك انا شوف هنا قول الربع قول يلا يلا والله جوي عالي انت ما قعدت ترى انت ما قعدت اليوم انت ما بينت وين انت ما ادري ما شفتك كنت رايح ليش جاله صحيح والله اها قول لحد يعني صلاه العشاء وانت هات صلاه العشاء وانا ما اشوفها لا بعد ما يمكن بقى وين يا علي نايم البرياني عندكم كم البرياني ربع جبنا ربع جبنا ربع سبعة تبون ان خمسة وسبعة 12 قسمها ثلاثة اعطيتكم خمسة ما ادري ها ما عندك مشكلة يا ابو سياف ابو سياف نبي بالربياني برياني هذا ثمانية ربع سبع ريال اعطنا واحد ثمانية سبعة شوف ثمانية
يا حبيبي يا جابر ما نحتيبك احنا ما احنا ليش من فعلا يا ابن ليش من فعل انت انا لما اشوف سطر ايش دخلني ايش سويت انا ايش فيك انت ليش ما تحبني يا اخي تسريح ليه ايش ما يحبني يا اخي ايش تراعي لي كذا انت بعد سرع الى التخفيف خفيف الدقن خفف وعجله انت يا رجال رايح فيها وانا في نص التخفيف طلعت الماكينه ايش سويت لا لي لا حيلة ولا قدرة ولا حول ولا حول تعال يا جابر والله يا غنى أغاني إنجليزية أبو حور آخ آخ يضحكنا ضحك وين بس الحكمة وأنتم محتفلين رحنا على بيت الحكمة يقول ربع ناضج الاسبوع ده من شعل شعلل والله احنا ماسكين وزفت لا ماسكين وفي اول يوم في اول اسبوع من العالم طفرانه ما بدعت ولا فازت بجوائز ولا شيء الاسبوع الثاني كلهم فاز كلهم بدع عرفت في فلوس ثلاث لا حسابنا خمسه مع سبعه 12 على ثلاثه لا لا خمسه وسبعه كم 12 قسم على ثلاثه أربعة أربعة أعطوني مي بس أعطونا السف أعطونا بارد 7567 8 9 10 شفاف ها شفاف هلا أخو عنقة يا يا شفاف أبيض أبيض سلام كليت شيء مقرب سلطان حطه على اربعه كليت شيء مقرب انت ها؟ كليت شيء مقرب لا لا ما كليت ايش طلب النص عليه؟ ما ادري والله لا لا ما بيسوي حبيبي منير هذا من اوله هذا لي لي انطالبه انت يا منير انطالب ربع وين؟ الرز المين؟ لا احنا نطلب واحد ايه ايه تعال حبيبي هذا موفخ لا موفق نعم خلاص اعطنا 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 ما تبيه يلا بعدين خلاص جيب صحن جيب صحن انا اعطيت الشباب بسم الله لك بطن وخ جعل فيه العافيه العافيه روحك كم بقى الكلام اليوم يا شباب؟ باقي 10 دقائق يلا يا منير يلا حبيبي محمد شايع الا الجوع عنده الله يبيض الله وجهك ها؟ الا الجوع يا الله ترى فخ هذا لا مو فخ فخ لا فخ طلعت منه فخ هذا اكبر يدمن عوافي لا يا زين كله والله اني من يوم ما شربته وانا مرتاح خليه بس يعني 7 و 12 تطور ايه أبو جلغل مساعد لبيتي منه في حركة جميلة جدا بالتعاون مع الناضج تنفعنا احنا كمتسابقين ألا وهي أبو سياف أبيك تسمعني الحركة اللي قلتها لأبو سعد مدير المطعم
الان نبغى علب بلاستيك. احيانا انا اكل وجبه ويبقى نصها، يبقى ربعها، يبقى نص، ياخذها الزبون معه زغري على الشحم. والله اغلب الناس هنا، فحلو ان يكون فيها ايش؟ توفير. توفير لا يعني خلها تطلع عمرك بعد النعمه. حفظ النعمه، حفظ النعمه، حفظ النعمه. بغير حفظ النعمه. لا والله كلامك صحيح. صحيح ترى عندك ابو سعد. والله كلامك عندك. خلاص ابو شوف كلام سلطان والله شنو. والله العظيم سلام. شوف على بلاستيك هذا. الف العافيه ابو محمد. ما يا تاج قبل لا تحطها في دمك تاكلها وانا مسجله. يلا وجهك. ليه؟ ولا لا سجلتها. سجلتها يا رجال هذه لم يحصل. بلال وجهك. فكرة فكرة ان بسعد ابو جليغم حلوة. والله فكرة ابو جليغم حلوة. اذا ما انجلت اليوم في كلام اليوم بذكر. طلبت شيء المغرب انا قادر كانت فكرة حلوة. رجال اوكي اوكي فكرة وش؟ لا طيب. ثلاثة ونص عشان كذا اشوف اتاكد ماني مسجل احسبها خطا والله عشان امسح. لا انا عندي والله ما اشوف التعب. لا لا يا اخي نفس الاردنيين اثنين ذولي اللي قعدوا نص ساعة فلوس يا ابو ربيع فلوس سجلتوني بالمثل هذا ما له شغل. شوف 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 شو تقول؟ يقول فكرة اردنيين ذولي سجلتونا فيها. شوف راح اسال واحد اردني عشان ايه؟ حبيبي لا اسال السعودي خلاص لا تسال. اسال سعودي الحين كم وصلت؟ لا 200 وكم؟ 100 و8 بذمتك راجل مع 60 البكر الصمت هذه من وين؟ من الاردنيين اثنين؟ يعني بيقلدون درجه 60 200 كانت 18 حقت اليوم كم؟ كويسه حقت اليوم 14 اليوم يمكن 100 القوه بمسرحياتكم يعني 315 الرسمه 60 والقصيده يعني كلها 650 كويس ما في اداء بس الفكره هذا من الابداع خلاص ايش قلت انت؟ لا بيحطونه في خلاص جهنميه تغطي على اداء تغطي على اداء يعني ايش يعني؟ ما ادري والله عندهم ماخذ يعني ما يوحد يفهمها. جاك الحين واحد طلب الله يجزاك خير قال فكرة عميقة كذا كذا لكن نفس الوقت لازمها اداء غير الاداء سجل على طول. لا 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 هي كانت فكرة تاع انا اتوقع لا تعطي عبد المطلب اعطوه من الظهر لنا طيب انا صح قادر تبي شيء تاكل شيء؟ غازي اهم شيء في المسألة يا منير في حوار احنا اعطينا جنب عطى بحور معطي جنب للمسرح اتوقع خصموا منير في حوار خصموا عليها في حوار ما فيش حوار في تصل بس والله حوار والله اذا وصل بس يعني بطل من هو؟ من هو؟ سعيد بطل سعيد؟ سعيد؟ والله سعيد مجنون ترى الشغله اللي قالها هو اللي هو التفاعل هذه وفي شغلة ثانية بصراحة طويلة بس أعطاني قصيرة كان دور أبو حصة ودور طلال جميل لازم أقوى من هيك بطل بس تخيل أبو حصة يعني أبو حصة وش اسمه أبو حصة وطلال قالوا كلمتين ورجعوا ناموا بالفرش في أكبر شيء عندي أشوف السالحين هذول اللي أنت سويت ما تسويت أنت معك الكلام والله لا أكبر شيء عندي الكلام ليه؟ وين جيت؟ وين اداء 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 لا لا بطلة مسرحياتكم فكرة طيب ابو شايع والله ابو شايع ابو شايع ابو شايع كسر الروتين اسمع انت انت عندك بالمسرح اداء شخصي وفكرة اداء شخصي اليوم ما حدا اداء شخصي يعني كفرد جابر رقم واحد صح الرجل هذا رقم اثنين سعيد رقم ثلاثة الرجل هذا رقم اثنين اليوم سعيد والله اليوم وقادر بدع جلسته وقادر انا حزنتني كنت بك سعيد والله بطل سعيد اعجبني بطل بطل سعيد انا ما انا معه دقيقه حبيت الجيل صار صديقي الحين صار صديقي ابو حور طبعا قايلين الاخوان منبهين قبل ما نفوت لا تقول ابو محمد دقيقة ابو محمد لا تقول ابو محمد اول كلمة قالها ابو محمد والله منبهين خلك جدي قلنا له اذا صار الامر جدي ما
يا اخوان منبهين هذا بالله عليك يا سلطان قديش منبه عن ابو محمد عند خلك جدي خلك جدي خمس دقائق بس عشان ما قدر يا اخي هذه شيلتك مشهوره يا ولد اول مره اعرفها لك مشهوره قسم بالله قد سمعت انا زدت رفع صوتك كيف مشهوره يا اخي انا قد سمعت هذه متى في اغنيه محوله في اغنيه زيها لا شغلوها قبل كم يوم هنا انا قد سمعتها والله ما هي اول مره اسمعها فلكلور لا شغلوها بالقريه هنا والله اي شغلوها قبل امس او قبل هذا ايش 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 والله قويه والله سلطان اقسم بالله اول واحده اول شيء لك يا سلطان خصم زي الله خصم اول شيء لك يا سلطان شغلتوني خلنا نسولف يا اخي ريالتي خلني اقول لابي ايش يا ما اقول بس ايش اقول يا شكرا ودي حوش تخيل ودي حوش تخيل يعني ما اكل الحين بيد اليمنى ما اكل اتخيل قوي بس ايش واحد اتخيل استغربت منك كلشت واحد يلا جو يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا